أيام عجاف تمر على الاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تتوالى ضرباته على الأسواق العالمية. ففي سوق النفط تذبذبت الأسعار بين الصعود والهبوط ليعمق الخام خسائره، في حين طالبت السعودية منظمة أوبك بلاس بعدم التهاون حيال الفيروس، والذي بدأ تفشيه من الصين إلى عدة دول أخرى. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الجاري أن ينكمش الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول وهو أول انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية في العام 2008-2009 وفي أسواق المعادن هبط المعدن الأصفر بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وانخفض المعدن النفيس 1.6% إلى 1650 دولار وشهدت أسواق المال العالمية تراجعا حادا حيث أغلقت البورصات الأسيوية على انخفاض نسبته 3.3% متأثرة ببورصات العالم الأخرى التي شهدت تراجعا حادا خوفا من انعكاسات كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وفي وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز لاثنين أسوأ جلسة يشهدها منذ أكثر من سنتين بتراجع نسبته 3.6% وفي أسواق العملات تراجع اليورو أمام العديد من العملات العالمية بالجلسة الأوروبية منذ بداية الأسبوع مع تصاعد مخاوف الأسواق حيال انتشار فيروس كورونا في إيطاليا الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على ثالث أكبر اقتصاد لمنطقة اليورو وعلى مستوى المؤسسات الدولية حذر صندوق النقد الدولي من أن فيروس كورونا سيعطل النشاط الاقتصادي في الصين ويعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر متوقعا أن يتراجع النمو بنحو واحد من من عشرة في المئة